نظامنا هنا ابتدى من امبارح. امبارح كان الامن مكثف جدا، كان في حوالي 150 فرد امن من الكليه ومن الجامعه، كانوا جايبين لنا جردات من الجامعه عشان خاطر يمنعونا ان احنا نخش الكليه. ابتدى الاعتصام، كان في حوالي 60 واحد معتصم بالليل، الاعداد تبقى زياده بالنهار وبتقل بالطبيعه بالليل لان الناس بتبقى تمام. سواء قوات مسلحة أو سواء داخلية.